الاستقبال الكبير والحاشد للسلطان محمد عبد الله آل عفراري رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى في قشن التاريخية له دلالات كبيرة وتنبئ عن استعداد أبناء المحافظة لحمايتها من مشاريع الفوضى والاحتلال. ومحمد عبد الله معروف للملأ لمعروف أنه من أسرة عفرارية راقية ويمتلك الأمور الدينية والقضايا الوطنية الكبيرة كما إن بيت عفرار أقولها مدحا مش مدحا أقولها صراحة وحقيقة أنهم وقفوا ضد الاستعمار وضد المحتلين. العمق التاريخي المهري السقطري كان حاضرا بقوة في زيارة السلطان محمد عبد الله آل عفرار لأبناء قشن الأحرار الذين يقفون بقوة وصلابة ويلتفون حول المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى كمكون شرعي انبثق من حاضنته الشعبية والجماهيرية من التاريخ القديم الذي سجل صمت الإنسان المهري ومقاومته للاحتلال والأطماع الخارجية. وبدورنا في المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى سنكون بجانب المواطن وصوتنا إلى صوت المواطن المهري السقطري. نعم للوقوف من أجل حقوق المهرة وسقطرى، نعم للأمن والأمان. يتحتم على أبناء المهرة جميعا دون استثناء الوقوف في إطار موحد، الوقوف في إطار موحد من أجل حقوق المهرة وسقطرى، بل من أجل هذه البلاد أرضا وإنسانا. لا مساومة بذلك، لا مساومة بذلك. الارتياح الكبير للمواطنين أزاء زيارة السلطان محمد آل عفرار لعاصمة ما عرف بالدولة العفرارية تاريخيا أعاد للمواطنين ذكريات شجاعة الإنسان المهري الذي رفض المساومة بحقوق شعبه ولم يستجب للمغريات الكبيرة من قبل الاحتلال قديما الذي حاول الاستيلاء على مدينة قشن والسيطرة عليها. وملاحم التاريخ فيها تنكتب حصوين والقلعة وشروين الحزام، تاج الوطن اللي على الرأس انتصب له في خواطرنا معزة واحترام. هذا محمد حيث ما شد الطلب من حيث ما أشر مواكبنا زحام، سلطان له همه وأخلاق وأدب رد الحقوق وقادها فوق التمام. من ينكر الواقع وهو ما يحتجب عين الحقيقة ما يغطيها بهام، يا هيبة الدولة وميثاق النسب من حولك المهرة على الواجب قيام. سلام بو سلطان ورجال السلب وشاعر المهرة وشاعر الأحرار يهديكم سلام. حيوا وعدوا. دعم المجال الصحي والكوادر الطبية ومساعدة المرضى بمدينة قشن هي لفتة إنسانية من السلطان، الإنسان الذي تعودت قشن وقفته النبيلة في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد عامة والمهرة بشكل خاص.